بعد نصهر شهور عدت مش عارفة اكتب الواد باسم مين. اكتبيه باسم اي حد الا جابر ابو جديد. ده لو خرج من السجن وعرف ان عنده عيل ده هيسود عيشتنا، وبعدين كل اللي عملناه ده هيتهدى على الفاضي. خلاص مش قادرة اعمل ايه، بس يا ربي اكتب الواد باسم حد مجهول. انا خلاص دماغي هتتفرتك، مش عارفة اعمل ايه. اعمل ايه بس يا ربي؟ اكتبي باسم ازاي؟ نعم، انت بتقولي يا بنت انت زي ما سمعتي كده، اكتبي باسم زدان. هو مش هيتجوزك ويكتب عليكي؟ خلاص يبقى يشيل الشيلة كلها، اكتبي الواد باسمه. لا طبعا مش هعمل كده، خلاص اكتبه باسم جابر. حرام عليكي يا شيخة وتظلمي ابنك، هتظلمي مع رد السجون ده. حتى لو عملت اللي انت بتقولي عليه يبقى انا كده برضو بظلمه. بالعكس، لما تكتبي باسم مستر زيدان ده واجهة ومستقبل لابنك. مستقبل؟ هو ابنك هيلاقي حاجة أحسن من كده؟ حتى لو عملت كده أنا ما أقدرش أطلب حاجة زي كده من زيدان. سيبي لنا الموضوع ده وأنا هتكلم معاه وهقنعه يكتب الواد باسم، بس بقى تشوفي أختك بحاجة الحلاوة. مبروك يا حبيبتي. الواد ده هياكل مننا انور باشا. يا عم بتقول ايه؟ جابر ده واد صح وعالدغري، ملوش في الشمال، يعني مهما حصل مش هيولف مع الباشا. بيتهيألك الفلوس بتلين الحديد وتفتح اللعمة. يا عم اللي زي جابر ده ملوش في الشغلانة، مش هتلد عليه. انور باشا مهتم بالواد ده وممكن يسلموا مفاتيح الشغلانة كلها. أنا عن نفسي مش هسيبه.